بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني على شان ميليسا كاهنه. واليوم ان شاء الله هنغاتو شوكولا سابلي وشوكولا بمذاق هايل. الاخوات اللي طلبوا مني يعني دي غاتو ساك، يكونوا دي غاتو يعني يكونوا شابين، يكونوا يعني بريزونطابل. المواسم رهيبه ما شاء الله. الوغ هنا نبدا مباشره في المقادير اللي هي عندي 250 غرام دو مارغرين ولا 250 غرام تاع مارغرين تكون طريه بزاف، يعني تمبيراتور امبيونت، يعني تكون جبدناها بمده كبيره. ندير معاها نص كاس تاع عفوا ندير كاس تاع السكر، كاس اللي هو هذا اي كاس عندكم في البيت، وندير معاهم لافاني. هاوليك ندير كميه تاع لافاني. راح ندير معاهم زوج مغارف تاع الكاكاو يكون حلو. راح نحط معاهم هكذا كميه مليحه، قيس مغارفه حتى لزوج مغارف، يعني نتوما ولوكو تاعكم. هذه حلوه التركي يعني الشاميه هاليك اللي تعطيكم بنه هايله هايله لو سابلي تاعنا. راح نخلط كامل هاد المكونات. نبدا بسم الله. الو خلطت كامل هاد المكونات كما راكم تشوفوا. نزيد عليهم نص فنجان تاع لاتاي تاع الزيت، نص يعني ان دومي فيغ اتي دويل. نكمل نخلط. الو نجيو دركا للبيض. هنا راح نحطو دو جون دو يعني زوج صفار بيضه مع بياض بيضه، دو جون دوف و ان بلون دوف، زوج صفار بيضه و بياض بيضه. بسم الله. كلش واش عندي؟ عندي كاس تاع انشا ولا المايزينا. الفرينه دائما نقول لكم تغربلوها يا البنات، ودائما نقول لكم انه هيكم هي ميزانكم، يعني لما تبدا تنطم العجينه معايا. وهنا عندي زوج تاع خميره الحلوى لافيغ شيميك، ونبدا نطم العجينه حتى نتحصل على عجينه يعني نشوف بلي نقدر نفتحها ونقدر نخدم بها عجينه سابلي. خدمناها مع بعض من قبل لكن هذه وها وتعجبكم. هلا هاي لك العجينه اللي هنا نحبس لافارين، لانه كيما قلت لكم شحال من خطره نحكم هكذا يعني اون بول نشوفها باللي يعني خلاص هاي لك تنطب معايا، يعني نسنحها من يدينا وما تلصقش. يفو با تنشفوها يعني بزاف حتى تولي يعني عجينه ناشفه بزاف، اللي صابلي ما حيجوكم شابين، يعني خلوهم شويه طريين او ميم طون تقدروا تتحكموا فيهم هكذا. دائما نقول لكم كي ترفدوا لابول تتنحى من لو بيتران، من عفوا من الريسيبيان تاعكم. دونك انا نغطي لاباط، جو في نيتواي شويه المكان ونبداو نخدموا لي صابلي تاعنا. نسافو شويه لاباط تاعنا سورتو هكا يعني في الاول، خلوها تريح شويه اذا قدرتو مو 10 دقائق ربع ساعه باش يعني طواكم. نفرشهم كامل على ورق الطهي ونستفهم بهذه الطريقه. هاملك الفرن نكون شعلته على 180 درجه نطيبهم. هنا يفو فيغ تخي اتونسيون ما ياخذوليش كامل الوقت في الطياب تاعهم، يعني ابان خمس دقائق يعني يكونوا طايبين. عسوهم وتكونوا قدامهم تمتم يطيبوا، نطيبهم كامل ونخليهم يبردوا، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. الوغ لي صابلي تاعنا هاملك راهم طابو كيما راكو تشوفو، هاملك كيفاش يجونا هاهم. نوريهمكم تحت كيفاش يجيو، يعني كيما قلت لكم ما تخلهمش يطيبوا بزاف، هاملك جوست نشوفهم من تحت، يعني نشوفهم نشفو من الفوق ومن تحت بداو يعني يحمروا شويه، خداو اون بيتي دوغور.
دروك يعني عادي حنسقوهم بلا كونفيتور بالمعجون، اختاروا المعجون اللي تحبوه. راح نبدا نسق حبه مع الثانيه عادي يعني صابلي. ها هو كيما هكا نلصقهم كامل تحصل على هاد الحبيبه. وجدهم باش من بعد نزيد نوجد لو كلاصاج او شوكولاتهم. هنا تقدروا تختاروا كلاصاج يعني شوكولا نوار ولا شوكولا بلون كيما حبيتوا. انا دركا نلصقهم كامل ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الوغ لي صابلي تاعنا هاملي كيما راكم تشوفوا، راني لصقتهم كامل. انا عندي شوكولا ذوبت الشوكولا واني خدمت معكم يعني الطريقه تاعي كيفاش نذوب الشوكولا، تقدروا تشوفوها يعني في الفيديوهات السابقه. حنحط لكم رابط تاع الفيديو اللي خدمت فيه الشوكولا يعني ذوبته معكم بالتفصيل هكا يعني باش نختصروا في وقت الفيديو. هلا نبدا لو كلاصاج عليك بسم الله، نغطي مليح الحبة تاعي، نتأكد أنها تغطت كومبليتمون، تقطر مليح ونحطوها سور اون غري على شباك، نديرو تحت الشباك بابي كويسون يعني اللي نكون خدمنا عليه من قبل باش من في الأخير نحيو بابي كويسون ونرموه، يعني نحاولو أننا نخدمو وما نخمجوش بزاف الدنيا باش يعني ما تعذبوش. نزيد حبيبه ثانيه ونكمل نكلاسي كامل الحبات تاعي. هاوليك شوفوا لو كلاصاج هذا كومون صابغي يعني يجي لماع كما قلت لكم خدمتو معكم قبل. راح تشوفوه في الفيديو اللي حنحط لكم في صندوق الوصف انا بوا ديسكريبسيون، راح تشوفوا بالتفصيل كيفاش خدمتو. هاوليك هاوليك الحبات نخليهم هكا يقطروا حتى نشوفو نشوفو مع بعض. الوغ بور لو ديكور دايما نقولكم الديكور مسألة أذواق، دوق يعني ديرو الديكور اللي حبيتوه. أنا اليوم حندير هكذا فيرميسل وشوكولا نص، يعني نحط شوية برك هكذا من الفوق هنا بالشوكولا البلون. شوكولا بيضاء عملت خطوط هكا رفيعه، خطوط رفيعه يعني تكون رقيقه، ونخلي الكاطو تاعي الكلاصاج تاعي نخليه يشد روحو كومبليتوم. من بعد نديرو في الكيسات كي ينشف تري بيان ونتلاقى في صحن التقديم ان شاء الله. الوغ لو كاطو تاعنا هاوليك راه واجد، راه حاضر كيما شفتو، كاطو ساهل بنين انصابلي وشوكولا من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. هاوليك لو سابلي تاعنا كيفاش يجي كيما شفتو، حاجه بسيطه ودرنا بها ان كاتو مانيفيك. هاوليك كيفاش يجي، تجي الحبه تاعو يعني ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا وصفه اليوم، ان شاء الله تعجبكم. نقولكم في الاخير تهلاو في ربحتكم. ميليسات والسلام عليكم.